نمشي الآن لبنجردين وين موجود صديقنا نبيل حداد والحديث عن المجموعة المسلحة الليبية اللي كانت تحتجز يوم أمس 80 مواطن تونسي بمدينة الزاوية الليبية على الطريق الرابطة بين راس جدير وطرابلس. الموضوع هذا كان محل متابعة سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى البعثة الدبلوماسية وأيضا القنصلية بطرابلس. بطبيعة الحال حسب ما أشار السيد مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السيد سمير الجماعي، تطورات القضية هذه وين وصلت، خاصة احنا سمعنا اليوم على موجات إذاعة الطاوين بعدم سماع الدعوة وإطلاق سراح المواطنين التوانسة هذوما. التفاصيل أكثر إن شاء الله مع مراسلنا نبيل حداد من بنجردين. نبيل أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك. فعلا أهلا وسهلا. منذ قليل رفع جلسة النطق بالحكم في حق 3 شبان الليبيين واللي وقع إيقافهم نهار الأربعاء على خلفية اتهامهم باستعمال مادة مخدرة، وقد أصدر قاضي المحكمة الابتدائية بمدنين حكما بعدم سماع الدعوة وبطلان إجراءات التقاضي، هيك سموها، إذن عدم سماع الدعوة وبطلان إجراءات التقاضي. وفي اللحظة هذه تجري اتصالات بين أطراف تونسية من أعلى مستوى والمختطفين من أجل إطلاق سراح التونسيين المحتجين، وبلغ عددهم 100 شخص حسب حتى الإحصائيات العدد اللي كانت تقرت به وزارة الخارجية التونسية، بأنه 100 شخص هم الأكثرية، تقريب 80% منهم من مدينة صفاقس، منهم واحد فقط من بنجردان، وهذه ممكن وزوز من مدنين، والبقية تتوزع على مختلف مناطق الجمهورية. المفيد أن 100 عامل إن شاء الله بعد لحظات يتم إطلاق سراحهم من طرف المحتجزين المسلحين كما شرطي في منطقة الزاوية. هم يعملوا في منطقة الحقول بالنفط في الزاوية. 100 شخص هذه تم احتجازهم في منطقة مجهولة إلى حد الآن، لكن هناك اتصالات تفيد بأن حسب المعطيات وبعض المصادر أكدت لي اللي هم بخير صحيا، يعني لاباس عليهم امور بعض. اكيد هو الحمد لله. الخبر اللي حتى اكدت عليه هنا في اتصال بعض الاطراف اللي هم العدد بخير كلهم، وباش يتم اطلاق سراحهم بعد ما تتم اجراءات التقاضي، يعني واطلاق سراحهم رسميا من قبل وزاره العدل التونسيه كما شرط. الان هم النطق بالحكم اصدروه، لكن اطلاق سراحهم فعلا مازال ما وقعش، لان باش يتم ممكن بعض الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم. وفي هذه القضية بالذات كما شرط هما إذن الحكم بالضبط هو عدم سماع الدعوة وبطلان إجراءات التقاضي حق 3 هما، وبذلك يكون إن شاء الله الخبر هذا أن بعد شوي إن شاء الله نسمعه اللي يسمى إطلاق سراح المية شخص هذا، وهنا باش نتابعوا على العشية هذه نتابعوا الخبر هذا، ودوب ما توصلنا حاجة إن شاء الله في الخبر نرجعوا نعطوكم ونأكدوكم المصدر متاع وساحة الخبر إن شاء الله. كما ذكرت الخبر هذا على المتابعة على موجات إذاعة الطاوين، ومرحبا بك نبيل، كان فما جديد في الموضوع هذا وإطلاق سراح، ونلتقي إن شاء الله بعد قليل كان فما جديد. شكرا لك، نلتقي بعد شوي. شكرا.